اهلا بحضراتكم مره تانية. موجتنا دلوقتي مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحليم قنديل وقراءه في اهم الملفات العربيه والاقليميه. هنتكلم عن تطورات الاوضاع في تونس، في لبنان، في ليبيا وفي العراق. خلينا نبدا على طول في ملفاتنا، بس الاول ارحب بالاستاذ عبد الحليم قنديل. اهلا بحضرتك استاذ عبد الحليم. خلينا نبدا الحقيقه بتونس، يعني شايف تطورات الاوضاع هناك ازاي بعد تاكيد حزب حركه النهضه التونسيه الاخوانيه بأن هي متمسكة بتوسيع قاعدة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتأليف حكومة الوحدة الوطنية ورفضهم لترشيح الرئيس قيس سعيد؟ يعني لا يمكن قراءة يعني هذا التطور في موقف حركة النهضة إلا على خلفية شيئين واضحين في الساحة السياسية التونسية المضطربة الآن. بداية هذا الاضطراب يعني تحدثنا عنه منذ إجراء الانتخابات ومنذ نتائجها وإفرازها لبرلمان معلق مشتت، لا يمكن يعني ليس لأحد فيه أغلبية واضحة. فالنظام البرلماني أكثر من كونه رئاسيا طبقا للدستور التونسي الذي صدر بعد ثورة 2011 لا يعمل بصورة كفأة مع هذا البرلمان المشتت أو مع هذا التشتيت، حيث لا تكون هناك أغلبية واضحة وبالتالي لا حكومة واضحة ولا معارضة واضحة، ومن ثم تتكون حكومات. الحكومات المتاحة في هذا السياق هي حكومات ذات طبع ائتلافي، يعني مكونة من عدد من المصادر، ومن المفهوم أن الحكومات الائتلافية في العالم كله تكون ضعيفة، يعني ضعيفة من حيث أدائها، وأيضا أعمارها تكون قصيرة جدا لدى حدوث أي خلاف بين أخطاب الائتلاف. اثنين، الواقعة الثانية التي تبد أن نقرأ على خلفيتها التطورات الجارية في تونس سياسيا هي واقعة انتخاب قيس سعيد. قيس سعيد هو رجل غير مسيس، طبعا بعض الاجتهادات العظيمة على سبيل السخرية يعني قارنت قيس سعيد بحركة النهضة وأنه إخواني ملتبس أو أشياء من هذا القبيل، وهذه قراءات جهولة. يعني قيس سعيد يعني شخص قليل الانغماس في السياسة عموما، لا توجد سابقة في سيرته الذاتية من انتماء لحزب أو اقتراب من حزب، هو رجل قانون، وفي نفس الوقت حتى الأفكار التي طرحها حول بناء النظام السياسي مع اختلاف البعض معها هي أقرب قليلا يعني لأفكار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن فكرة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. طبعا هو يسوقها بطريقة أخرى من نوع الحكم اللامركزي، يعني فكرة الاستناد للقواعد الواسعة وتفتيت سلطة البرلمان المركزي. على أساس من الخلفيتين دول يمكن قراءة هذه التطورات. يعني نمرة واحد، الأساس الخلفية الأولى الخاصة بالنظام البرلماني ومصاعب تشكيل حكومة في ظله، فشلت الحكومة التي اقترحها الحزب الأول من حيث عدد النواب. حزب النهضة عنده 52 عضوا من 217 عضو، وطبعا رشح الحبيب الجملي، والحبيب الجملي شكل حكومته من 42 شخصا، يعني 29 وزارة زائد البقية من كتاب الدولة بالتعبير التونسي، أقرب لفكرة وزير الدولة في التقاليد المصرية يعني. فتلقت النهضة لطمة هائلة جدا إذ احتشدت ضد هذا الترشح كل أطياف البرلمان التونسي الأخرى، وأسفرت عن نتيجة بدت مذهلة لحركة النهضة التي هي أنه أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان التونسي رفضوا الحكومة التي شكلها مرشح حزب النهضة. بعد ذلك انتقلت الكرة للخلفية الأخرى اللي هي خلفية هذا الرئيس اللي هو وبدأ يتردد تعبير حكومة الرئيس، إن دعونا نشكل حكومة تستند للنجاح الأكثر وضوحا لقيس سعيد، لأنه حصل على قرابة 70% من أو أكثر من 70% من التصويت في الدورة الثانية للانتخابات في مقابل هزيمة نبال القروي رئيس حزب تونس. فرشح، وهذه مفارقات الحقيقة عجيبة جدا، إلياس الفخفاخ. من هو إلياس الفخفاخ؟ إلياس الفخفاخ في الأصل مهندس وعنده ماجستير إدارة أعمال وأشياء من هذا القبيل، لكن هو عضو في حزب اسمه حزب التكتل الديمقراطي يترأسه مصطفى بن جعفر،
مصطفى بن جعفر ده نفسه له تجربة في ترشح الانتخابات الرئاسية رسب فيها، وإلياس الفخفاخ نزل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحصل على 3.1%. يعني فرشح رئيس الحكومة من قبل الرئيس قيس سعيد بناء على ترشيح من حركة تحيا تونس الحاصلة على قرابة 16 عضوا، ومن التيار الديمقراطي الحاصل على 22 عضوا في البرلمان القائم. طبعا الفكرة التي يريد التحرك على أساسها إلياس الفخفاخ أن يشكل حكومة من الكتل التي أيدت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الرئيس قيس سعيد، فتكون هذه الحكومة بالمعنى السياسي حكومة الرئيس. طبعا وجدت الخلفية الأولى اللي هي الخلفية البرلمانية اللي حركة النهضة تصورت أنها تسيدتها غضاضة هائلة في فكرة أولوية قيس سعيد على حركة النهضة، يعني أن بقى العنوان قيس سعيد مش عنوان الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات، ومن هنا وقفت ضده. وللغرابة في الظاهر وهي ليست غريبة في الباطن أن حركة النهضة تحركت بهذا الموقف تحت عنوان تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب تصريحات إلياس الفخفاخ أنه هو لن يشرك الحزب الدستوري الحر ولا حزب قلب تونس، لأن الحزب الدستوري الحر محسوب بطريقة أو بأخرى على حكم بن علي. اتنين، حزب قلب تونس يعني مزين ومجلل يعني بشبهات فساد عظيمة جدا. يعني هنا تحركت حركة نهضة للدفاع عن حزب قلب تونس، يعني رفضت تصريحات إلياس الفخفاخ وقالت أنه لا يجب حرمان أي كتلة من الوجود. القصد من هذا التدور أن هي تستعين بحزب قلب تونس اللي حصل على المركز الثاني في البرلمان ب 38 عضوا لتأكيد أولوية البرلمان على أولوية الرئيس، يعني محاولة قلب الترابيزة بالتعبير البلدي على الرئيس قيس سعيد وإعاقة الأمر كله، والتهديد بأنه بإفشال عملية تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ والدخول إلى انتخابات رئاسية برلمانية جديدة مبكرة، سموها في تونس انتخابات سابقة لأوانها. فهي ده جوهر التحدي أو الصراع القائم الآن. لكن وقد تلاحظين في تحالف الطبيعي الذي يظهر مع كل تطور في العملية التونسية السياسية المضطربة، التحالف الطبيعي بين فكرة نزعة الإخوان ونزعة الفساد. أعرف طبعا أن حزب النهضة لا يحب تسميته بالحزب الإخواني ويتحدث عن الإخوان باعتبارهم قوم من الجهلاء وأنه تجاوز هذه المرحلة من زمن طويل، لكن الأصل بيغلب. يعني ففكرة اعتياد الكذب والتحرك، يعني تحرك من منطلق الثورة التونسية باعتبار حزب قلب تونس معادي للثورة التونسية، فجأة يكون حزب قلب تونس هو حليف حركة النهضة في تنصيب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان، وبدون تحالفه مع قلب تونس ما كان لراشد الغنوشي أن يكون رئيسا للبرلمان، ثم الآن هو يريد أن يشرك حزب قلب تونس كنوع من معاندة والانتقام السياسي أو العرقلة السياسية لفكرة تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد. طيب هل شايف انه جهود يعني رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ لتشكيل حكومة، هل هذه الجهود من الممكن ان تنجح يعني في ظل الموقف الاخير من حزب حركة النهضة ولا لا؟ ولا هو لو اقتصر الامر على حزب حركة النهضة يمكن ان ينجح، لكن هو مبكرا صدر ايضا على حزب قلب تونس وعلى حزب الدستور الحر، يعني صدر على 54 عضوا. ما هو المسألة ببساطة الحصول على الثقة في البرلمان، فعند 54 عضوا من حزب الدستور الحر ومن حزب قلب تونس، وعندنا الكتلة التي صوتت للحبيب الجملي اللي هي النهضة والائتلاف الكرامة 72 عضوا، بحسبة يعني بسيطة جدا انت عندك 126 عضوا يمكن في حالة إصرار إلياس الفخفاخ على استبعاد حزب قلب تونس هو الآخر واستبعاد حركة النهضة التي تبدو متضامنة قلبا وقالبا في على أساس نظرية أن الإخوان والفساد صنوان لا يفترقان، لا يمكن أن يعبر الحافة لحافة 109 عضوا، 126 عضوا من 217،
فهذا هو التعقيد الإضافي الذي يواجه السيد إلياس الفخفخ. طيب يعني متوقع إيه بالنسبة للحكومة أستاذ عبد الحليم؟ إيش أنا متوقع أن تتنازل الـ 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 الأطراف، لأنه هو إلياس الفخفخ عنده يعني بديلين، إما أن هو يدخل حركة النهضة طرفا في الحكومة لأنه هو يتحاور مع الكتل السياسية المختلفة، وإما أن هو يدخل حزب قلب تونس في تشكيل الحكومة. لكن معاداة الاثنين أو استبعاد الاثنين لن يقود إلى تشكيل حكومة في كل الأحوال. حتى لو افترضنا، وهذا قائم وممكن جدا، أنه جرى الاقتراب، اقتراب الفخفاخ من إحدى الكتلتين وضمها إليه ضمانا للحصول على ثقة البرلمان، أنا أتوقع حكومة عرجاء، يعني حكومة يعني ضعيفة جدا، غير فاعلة يعني، أو لا. لكن هو التطور يعني الجديد أنه إطلاق النيران السياسي أصبح على الهواء بين حركة النهضة وبين الرئيس قيس سعيد. تمام، خلينا هذا هو اختبار لرئيس ليس له خبرة سياسية مسبقة، ولا أريد أن أعيد الحكمة بأثر رجعي أن ده قيس تونس، يعني هو رجل محبوب جدا لكن درايته بالسياسة محدودة جدا، فما بين السياسة التي تعتمد أساسا على الكذب والازدواج والثنائية، وما بين رجل بري إنجاز التعبير، يعني قادم من الحياة العادية، حياة المواطنين العادية، يعني ما بين الاثنين، ما بين هذه البرية وما بين هذه الكذبية إنجاز التعبير، يمكن أن يكون مصير حكومة إلياس الفخفاخ معلقا. الدخول لانتخابات برلمانية جديدة كمان، وده تطوير للهجوم الذي تجري حركة النهضة على قيس سعيد، انه تحدثت عن انه ما عندهاش مشكلة ان تفشل الحكومة بقى وندخل في انتخابات نيابية سابقة لأوان. انا متأكد ان دخول الانتخابات نيابية مسابقة لأوانها سيعني مزيد من تراجع حركة النهضة. لاحظي ان تراجع حركة النهضة تدريجي بسبب المرونة الخاصة التي ابدتها في تلقي الصدمات، سواء بعد يونيو 2013 في مصر وما افرزه من تراجع الإخوان عموما، وبعد طبعا التطورات التي استطردت إحالة التيار الإسلامي أو من يسمون أنفسهم بالتيار الإسلامي إلى المعاش السياسي في عموم العالم العربي. هي صحيح تميزت بقدر هائل من المرونة وبرجماتية جاز التعبير العمليانية، لكن هي في النهاية لا يمنع حذر من قدر، هي تمضي إلى ذات المصير رغم كل التحوطات. تمام، خلينا ننتقل للأوضاع بقى في لبنان يا أستاذ عبد الحليم. يعني الاحتجاجات تتواصل في لبنان رغم تشكيل حكومة جديدة، في رأيك ليه الاحتجاجات مستمرة؟ لا، هو المشهد اللبناني الحقيقة بيدخل، يعني أنا قبل ذلك قلت أن التطورات اللبنانية تشي بخطر كبير جدا. هذا الخطر الكبير هو أنه لبنان هذا البلد الجميل الصغير مهدد بالوصول إلى مرحلة انفلات، يعني انفلات عام، يعني توجد حكومة ولا أحد يصدق هذه الحكومة ولا يصدق عليه. آية ذلك أنه حتى الاجتماع الذي عقده البرلمان مجلس النواب اللبناني وسط احتياطات أمنية مشددة تدخل فيها الجيش اللبناني، الموافقة على الموازنة الجديدة موازنة 2020 تم بالتصويت التالي، 49 عضوا من 128 عضوا وافقوا على الموازنة. لاحظ ان في كتل قطعت، كتلة حزب الكتائب، كتلة القوات اللبنانية، كتلة حزب المستقبل حضرت، تيار المستقبل السنية حضرت، لكنها في غالبها امتنعت عن التصويت. هذه الموازنة هي موازنة التي اعدها سعد الحريري، وسعد الحريري اصبح في خبر كان وحكومته، ثم الذي قدمها هو رئيس وزراء اللي هو حسان دياب الجديد الذي لم يصادق البرلمان على حكومته بعد، فوقعنا في هوة دستورية وفي التباس دستوري إضافة لضعف الحضور وضعف التصويت. هذه طبعا بداية بتجعل الذين يهاجمون الحكومة الجديدة ولا يستبشرون بقدومها خيرا سواء في الشارع أو في الطبقة السياسية، طبعا هي تعاني هجوما في الشارع، هجوما له طبع مستمر منذ بداية الانتفاضة اللبنانية. إذا الانتفاضة اللبنانية ترفض كل الطبقة السياسية وتلوينتها أيا ما كانت، وتعتبر
انه تشكيل حسان دياب لحكومه تكنوقراط او حكومه متخصصين هذا امر غير حقيقي، لانهم كانوا يطلبون بتشكيل حكومه مستقله اي ليست من متخصصين ترشحهم ذات الاحزاب الطائفيه التي اصبح معروفا ان هي كتله 69 عضوا اللي هي كتله حزب الله وحركه امل زائد التيار الوطني الحر، يعني اغلبيه بسيطه جدا اكتر بخمس اصوات من ال 128 عضوا اللي هم جمله اعضاء البرلمان. يضيف لذلك الغضب والحنق السني من المراجع الدينيه والسياسيه للطائفه على حسان دياب، واعتبره رغم كونه سنيا خائنا للطائفه واشياء من هذا القبيل. ففي الغضب الوطني العام الذي كان يريد تحويل لبنان من دوله طائفيه لدوله مدنيه، وده بدا حلما عنيدا. اثنين يعني غير قابل للتحقق في المدى المنظور. اثنين في غضب طائفي في اوساط الطائفه السنيه، فاختلطت الصوره، بقى في غضب وطني وغضب طائفي. ثم بعد ذلك طول مده انتظار تحسن الاحوال وحتى تحقق الاهداف القريبه من نوع تشكيل حكومه مستقلين من الاختصاصيين، زائد اعداد قانون انتخابات جديد، زائد دخول في انتخابات مبكره، لم يعد ممكنا. فهنا وصلنا الى ما يشبه الحائط المسدود. تشكيل الحكومه الجديده طبعا من المشاهد اللي تنطوي على تناقض كبير جدا ان هذه الحكومه لاول مره في تاريخ لبنان ثلثها تقريبا من النساء، يعني هذا تطور يعني جديد. بس كونه يحدث وسط هذه الاحباطات مع تردي الوضع الاقتصادي واقتراب لبنان من حافه الافلاس الفعلي، ما عادش الكلام بقى دلوقتي عن ارتفاع معدل البطاله ولا التضخم ولا عوده سعر الليره للانخفاض مقابل الدولار ولا شح الصرف من المصارف في الايداعات الدولاريه او غيرها، ما عادش بس من تعقد الوضع الاقتصادي، اصبحنا اذا يعني ففي وسط هذا الاحباط لم يمكن لاحد ان يحتفل بالتطور الخاص بحجم مساهمه النساء. وطبعا اصبح الموضوع موضوع للسخريه اكتر منه موضوع للاخذ بجديه على طريقه اللبنانيين التي تشبه طريقه المصريين في التنكيت السياسي. هل الحكومه الجديده يعني من الممكن ان تتخذ اي خطوات لتهدئه الشارع لوقف الاحتجاجات؟ هو في النهايه لبنان يعني بلد ذي اقتصاد ريعي وسياحي وبعض سياحي، وطبعا الطوابع الانتاجيه للاقتصاد محدوده جدا سواء في بعض الزراعات او بعض الصناعات الخفيفه، لكن مع الازمه السوريه وما بعدها فكره حتى تصدير الخضروات والفواكه والتفاح وغيره 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 اصبحت شدت امامها الطرق، وضعف السياحه مع الوضع المضطرب وقبل الوضع المضطرب، الصراع الاقليمي الصراع الدائر في المنطقه الان امريكا ايران من جهة أخرى يؤثر بشدة على لبنان، إذ يدفع الدول العربية الغنية إلى الإحجام عن مساعدة لبنان، وهذا قائم مع تشكيل الحكومة الجديدة، لأنها بتوصف إعلاميا أو سياسيا بأنها حكومة حزب الله، رغم أن حزب الله ليس له سوى وزيرين في هذه الحكومة المكونة من 20 وزيرا، لكن هي فكرة الدينامو يعني أو يعني المنظم لتشكيل الحكومة بتنسب لحزب الله. فطبعا الدائرة الأخرى التي يمكن أن تمنح مساعدات للبنان هي الدائرة ما نسميه في العادة المجتمع الدولي أو الأشياء دي، مجموعة من الدول الغربية وأمريكا، وهي بالطبع أمريكا تقود حملة ضد حزب الله، طبعا تقود حملة ضد حزب الله ليس لحساب الشعب اللبناني، لحساب إسرائيل التي عقدت لها اليوم صفقة القرن التي سوف يسقطها الشعب الفلسطيني ويدهسها تحت أقدامه. هنا الوضع خطر جدا في لبنان، وكما قلت من قبل لبنان بلد صغير لكن هو بلد بالغ الأهمية بالغ الأهمية، ومحاولات افتعال كلام عن حكومة حزب الله في تقديري هي محاولات لإعدام لبنان، لأنه الذي راقب مظاهرات لبنان منذ بدايتها إلى الآن، منذ بدايتها الاحتفالية الأوبرالية إلى آخره إلى الآن، حتى بعد أن دخل عليها عنصر طائفي في غضب الطائفة السنية أو دخلت عليها أشياء أخرى، لم يلحظ أنه فكرة حزب الله أو سلاح حزب الله كانت موضع يعني صراخ في الشارع، لسبب بسيط جدا
أن لبنان هذا الصغير اللي قدم أروع الأمثلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في مناهضة إسرائيل، بل أن إسرائيل لا ترى خطرا إلى الشرق منها وإلى الشمال أكبر من خطر حزب الله، إضافة لأن حزب الله لا يسلك سلوك الحشد الشعبي في العراق والسلوك البدائي، هو يحاول أن يزن خطواته بعناية سياسية كبيرة. يعني من هنا الحقيقة قد يكون على سبيل المفارقة، يعني بعض الناس يتحدثون عن أنه حسن دياب تعمد تعيين استوزار رجال ونساء من خلفية دراسية أو جامعية أمريكية أو شبه أمريكية أو كذا، حتى أن وزيرة الدفاع زين عكر دي الكلام عن أنها هي كل تاريخها أنها أنشأت دار نشر، وهي طبعا من المنسوبين للتيار الوطن الحر أو من كتلة التيار الوطن الحر، تيار رئيس الجمهورية، التيار العوني. لكن يعني يتساءل بعض، طبعا احنا نعرف ان وزير الدفاع مش ليس الشيء الاهم في الجيش اللبناني، ان في دايما قائد الجيش، وانه فكره تعيين وزير مدني او وزيره مدنيه امر مألوف جدا في اوروبا، وهو طبعا ليس مألوفا في العالم العربي، ولبنان سبق ذلك طبعا بالمناسبه بالسيده ربيع الحسن لما كانت وزير داخليه في حكومه سعد الحريري، هو برضه كانت اول وزير الداخليه في العالم العربي، وهذا امر طبيعي يعني في 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 في, في سيره لبنان يعني الأكثر تحديثا ولو على السطح. لكن في النهاية زينة عكر رمزيا كأنها يعني بتتقدم، يعني معناها تعني التقدم إلى أمريكا المناهضة لحزب الله بوجه صبوح. هل وجهها الصبوح أو جمالها أو الجينز المقطع اللي هي لابساه بيعبر عن استعداد قتالي ما؟ أشك. ومن هنا هذا لا يقنع أمريكا، لأن أمريكا الحقيقة أقدمت على ما هو أخطر في التنكيل بلبنان، هي تقدم بعض المساعدات المحدودة للبنان، ولبنان عموما اقتصاده معتمد على المساعدات، فوصل الأمر إلى أنها تفكر في أن مساعداتها اللي هتخصصها للبنان إن خصصت سوف توزعها على بلديات تختارها، يعني تدخل في قلب لبنان وتقول والله البلديات دي في الجنوب لا ما تاخدش لان دو جمهور حزب الله، في الشمال في المناطق المسيحية، لا شيء خطير في بجاحة وضراوة وخسة التدخل في شأن بلد آخر. يعني في تنكيل بلبنان، دعوة العرب لكن لا أحد يسمع ولا أحد يريد أن يتعلم، إنه يا أخوانا لبنان لو انحدر إلى هذه النقطة لا يعني ذلك خفضا فيما تصورونه من خفض النفوذ الإيراني. أنت بتتكلموا عن تضحية وإعدام بلد عربي، بينما بلد عربي مجاور يواصل محنته منذ أكثر من 70 سنة في فلسطين، وأنتم لا تفعلون له شيئا سوى أن تعينوا أمريكا وإسرائيل عليه. طيب النهارده أبدى أندرو موريسون وزير شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا، وزير البريطاني، أبدى استعداد بريطانيا للوقوف بجانب لبنان في أزمتها الاقتصادية. شايف موقف بريطانيا ازاي من لبنان يا أستاذ عبد؟ موقف بريطانيا عموما القاعدة الآن في الحلقة المحيطة بحول لبنان لخنق لبنان، إنه الأطراف التي يمكن أن تساعد لبنان مأمورة من البيت الأبيض بطريقة أو بأخرى، سواء كانت بريطانيا أو فرنسا بدرجات يعني أو دول عربية أخرى معني. فهنا هي هذه هي المشكلة، هذا الخنق لا يؤثر على حزب الله، هذا الخنق يؤثر على الشعب اللبناني. وطبعا النظرية البائسة بتاع أن نريد أن نخنق الشعب اللبناني لكي يثور لحزب الله على حزب الله لن تتحقق ببساطة. أما ممكن ما يمكن أن يتحقق هو ما حذرت منه، اللي هو الانفلات اللي انت عارفه، اللي هو تحويل بلد من درجة من الانضباط والتعايش السلمي بين طوائفه إلى حالة من حالات الانفلات. أقصد إيه بالانفلات؟ إن في غضب وطني وغضب طائفي، كل ده مفهوم في التركيبة اللبنانية، في يعني صراع ما بين الطابع الوطني الجامع وما بين الطابع الطائفي المسيطر. طيب في كمان لأن أنا أنزل، وهذا أمر يحدث مع كل الانتفاضات طويلة المدى التي لا تتحقق لها أهداف، ولو حتى الأهداف القريبة المباشرة مش الأهداف الأبعد. لما تتأخر تحقيق هذه الأهداف مع عسر الأوضاع الاقتصادية وترديها المتصل، بتبدأ الفئة الموجودة في كل بلد، اللي هي فئة البلطجية والسراق
مشاغبين اللي بتسميهم وزارات الداخلية في العالم العربي بالمندسين دول، ما وهل يراد للبنان أن يتحول إلى غابة من هذا النوع؟ أنا أعتقد أنه الحكومة الجديدة بتشكلها رغم بهاء وجوه وزارتها يعني لن تنجح، لأنها في تصميم على إسقاطها حتى قبل أن تبدأ عملها. ودائما ما كانوا البعض ما كان البعض ينتقد أن حكومات لبنان مكونة من كل الأحزاب، فبالتالي ما فيش معارضة. طيب في لحظة الأزمة التي لا يجب أن تكون فيها حكومة ومعارضة، لجأوا لفكرة حكومة الأغلبية النسبية والمعارضة الأوسع، فهتواجه الحكومة معارضة من الذين لم يشاركوا فيه، وأولهم سعد الحريري وأغلب مراجع طائفته السنية وقطاعات واسعة، سواء من الدروز حزب التقدم الاشتراكي أو من الموارنة أو كذا. بعد كده ستواجه تعقيدات أوسع نطاقا في محاولات جلب مساعدات لبنان. الوزير السيد حسان دياب أعلن أنه أول بلاد سيزورها هي بلاد الخليج، يعني توجه لا بأس به، لكن في النهاية بما سيعود، بما سيعود إلى لبنان؟ طيب لبنان مش عاوز حاجة من دول، لبنان قد يلجأ لصندوق النقد الدولي. خد بالك كمان صندوق النقد الدولي روشتاته، حتى لو قبل ولو يعني لو تسهلت أمريكا ولم تقف حجر عثرة في سبيل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض مقابل إصلاحات اقتصادية، الشعب اللبناني لا يمكن أن يتحمل إصلاحات على طريق صندوق النقد الدولي، لا يمكن لسببين. أولا أحواله ضيق، أحوال غالب جمهور اللبناني طبعا، في كل بلد مسروق ومنهوب ومشفوط، في طبقة عايشة في كل الأحوال هتاخد شنطها وتروح لباريس. يعني سعد حريري عنده بيوت في كل مكان يعني، ومليارات في كل مكان، وغيره من سعد حريري كل الطبقات العائلات والأحزاب المتحكمة والمتنفذة والمستفيدة من تسييد الوضع المختل اللي هو الوضع الطائفي، الوضع اللي ينطوي على تشوه خلقي ولد به لبنان السياسي. لكن في النهاية أغلبية الشعب هتروح فيه، ليس لها وطن آخر، هو مش هيقدر يسافر. خد بالك كمان أن فكرة الهجرة من لبنان، والشعب اللبناني شعب مهاجر، كمان قيدت بالنسبة لطبقات وفئات زي الشيعة أو كذا أو كذا أو كذا من جراء الحرب السياسية واسعة النطاق التي تأخذها أمريكا ضد حزب الله خدمة لرغبتها إسرائيل. طيب امبارح البرلمان اللبناني كمان أقر موازنة يا أستاذ عبد الحليم، موازنة 2020 على الرغم من الاحتجاجات اللي موجودة في صحيح. الشارع صحيح. قولي هل الحكومة قادرة على يعني احتواء هذه الاحتجاجات، احتواء الرأي العام؟ لكي تحتوي هذه الاحتجاجات لابد أن تقدم شيئا. السؤال ما هو الشيء الذي تقدمه؟ إما أن تحصل على مساعدة خارجية كبيرة تهدئ بها السخونة السطح الاقتصادي وأوضاعه الجالبة للغضب والسخط الطبيعي بدون تفسير، اتنين أو أن تكون لديها القدرة على أنها تنفذ بعض من شعارات الثورة اللبنانية أو الانتفاضة اللبنانية أو الحراك اللبناني أسميه ما شئتي، من نوع مصادرة الأملاك المنهوبة أو محاكمة رموز الفساد أو كذا أو كذا، يعني جلب موارد من الداخل. هي بوضعها الحالي الهش اللي هو يدوبك يعني على الحافة 69 نائبا، وبالوضع الغضب الطائف في أوساط الطائفة السنية التي تنسب إلى كثير من رموزها تهمة أنهم سرقوا لبنان، وهي تهمة ظالمة طبعا للسنة عموما، السنة كالشيعة كغيرهم، فيهم الفقراء وفيهم الأغنياء، فيهم المستضعفون وفيهم الظالمون. فهل هي بوضعها الذي على الحافة وضعها الضعيف برلمانيا ده تستطيع أن تقدم على إجراءات خطيرة من هذا النوع في السياق اللبناني، ولا ستواجه بثورة أخرى من موارد أخرى من هؤلاء الحيتان الذين بوسعهم تحريك قطاعات لا بأس بها في الشارع بدعوى الدفاع عن الطوائف، دفاع كل عن طائفته تحت عنوان الدفاع عن الطائفة، هو عاوز يدافع عن فلوسه فبيحتمي بالطائفة. حضرتك بتشير إلى أنه رئيس الوزراء السابق يعني سعد الحريري سيكون ممن يعارضون هذه الحكومة، ومعارض من الأصل. كتلة المستقبل حضرت الاجتماع لأن الموازنة التي وفق عليها
أعدها سعد الحريري. ما هو حسان دياب لم يعد موازنة، وحسان دياب حضر لمحاولة إصلاح ذات البين بينه وبين سعد الحريري وبين مراجع وبين مفتي الجمهورية اللي هو مرجع الدين للطائفة السنية. وكان هناك كلام عن اجتماع بين حسان دياب وسعد الحريري وعبد اللطيف دربان اللي هو المفتي، لكن هذا لم يتم إلى الآن. في وضع معقد جدا، في رغبات انتقام من الحكومة الجديدة داخل لبنان، بدءا من الغضب الوطني العام اللي شكل جوهر الانتفاضة، اتنين الغضب الطائفي المضاف. وإذا كان بوسع لبنان والحمد لله إلى الآن بجيشه أو بقوات الأمن الداخلي أن يعني يحفظ الوضع بدون دماء كثيرة، خد بالك أن تاريخ احنا دخلنا في 100 الثانية للانتفاضة اللبنانية، ما فيش غير قتيل واحد يعني لم يقتل في مظاهرة، يعني قتل على طريق وقيل نتيجة التباس وانه ما فتحش الطريق وانه جندي متهور اطلق عليه النيران وكلام من ده يعني درزي. فيعني في النهاية الانتفاضة اللبنانية الاكثر سلمية في انتفاضات 2019 يعني اللي هي الاكثر سلمية، ربما لا تدانيها في هذه السلمية سوى انتفاضة الجزائر المستمرة إلى الآن رغم انتخاب رئيس جديد هو عبد المجيد تبون. لكن فيما يخص سعد الحريري، الحقيقة أنه كان له تصريح النهاردة عكس ما نتحدث عنه أو تتحدث عنه حضرتك النهاردة، قال فيه أن كتلة المستقبل لن تكون أداة للمقاطعة أو للتعطيل. شايف التصريح ده إزاي؟ ما هو بيعلق على حضور كتلة المستقبل بالأمس، لأن ده هذا كان موضع تعجب كثيرين، كيف قطعت كتلة القوات اللبنانية كتلة التقدم وكتلة الكتائب؟ ليه بقى؟ لأنه كان في حاجة ظهرت 2005 اللي هما الجبهتين، جبهة 8 أذار وجبهة 14 أذار. جبهة 14 أذار كانت مكونة من كتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب والتقدم الاشتراكي وليد جنبلاط، وده طبعا يعني تعبيرات حديثة كده وشكلها لطيف، لكن هي في النهاية تكونات طائفية محضة. حين وقف هؤلاء هو لم يرشح حسان دياب ولم يرشح أحدا، وكتلة القوات اللبنانية لم ترشح أحدا، والكتائب لم ترشح أحدا، والتقدم الاشتراكي رشح يعني سفير لبناني سابق يعني في النهاية هم لم يرشحوا جميعا حسان دياب. كان يتوجب بمنطق الاصطفاف السياسي أنه يقف مع هؤلاء ويقاطع أيضا جلسة البرلمان. فلاحظ المراقبون عجبا في حضور كتلة المستقبل، هو فسره تفسيرها الحقيقي عندي ان الموازنة لو ما مرتش كان هذا يعني تشويها اضافيا لسمعة سعد الحريري. فحصل اتفاق ان الموازنة تمر مقابل انهم يحضروا. طيب السؤال، هل هيحضروا في جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب المنتظرة؟ وكيف سيصوتون؟ هذا هو السؤال الحقيقي، لأنه عدا ذلك سوف يكون مكيدة. والحقيقة عاوز أقول حاجة، يعني رغم أنني أنفر من فكرة الطوائف والبتاع، المواطن مواطن في حق مواطنة متساوية، واللبناني لبناني أو المصري مصري أو كذا كذا، لكن حتى لو أخذنا بهذه التعبيرات الرديئة وهي سائدة في لبنان على أي حال، لأن كل طائفة لها جغرافياها، لها وطنها الخاص، لها حدودها الجغرافية، لها خطوط التماس مع غيرها مع الطوائف على الأرض مش في الخيال مش في الوجدان، وطبعا الخطوط قائمة في الوجدان وبذكريات الحرب الأهلية وغيرها. إنما أنا أتمنى، معروف إن السنة هم جزء من الأغلبية السائدة في المنطقة، يعني كل العالم العربي سني ما خلا بعض الفئات الأخرى. طبعا السنة هم أغلبية المسلمين في العالم كله، يعني بتتكلمي عن 1600 مليون منهم 1400 مليون مسلم سني وتقريبا 200 مليون شيعي وفئات اخرى. يعني الطائفه السنيه في تاريخها كانت دائما تتصرف رغم النظام الطائفي اللبناني بمنطق وطني جامع، كانت اقل الطوائف احساسا بطائفيتها اولا لانها تحس بنفسها جزء من عالم سني محيط بها، فما هيش حاسه بالمطارده او الحصار. اثنين، ان التوزيع الجغرافي للسنه موجود في العواصم الكبرى للبنان، يعني في طرابلس، في بيروت، في صيدا، يعني الثلاث مدن على البحر، وان طبعها التجاري العام
وانه هي اكثر انفتاحا على العالم العربي تاريخيا. لما كان في المرحله الناصريه السائد في العالم العربي هو اراده مصر وجمال عبد الناصر، كان سندا طبيعيا له. لما تغير الامر بقت سند لاشياء اخرى فتتتها. مصر حتى بوضعها الحالي حين تتطلع لدور، لعبت من خلال الازهر دورا في فكره مشكله، ازمه كبيره جرت في دار الافتاء اللبنانيه والى ان انتهت للوضع الحالي. لكن ان يكون السنه بالذات الاكثر انفتاحا على الطبع الوطني العام، ان يصدر عنهم فعل طائفي كيدي بهذه الطريقه، هو الحقيقه شيء مشوه لتاريخ السنه في لبنان. كانت الطائفه السنيه اقل الطوائف في مشكلات الطوائف، لانها عمرها ما حست باضطهاد حتى ما قبل انهاء الخلافه العثمانيه او السلطه العثمانيه، ما كانتش حاسه بالاضطهاد بالطبيعه، لان المذهب السائد هو المذهب السني وهكذا. فعدم وجود تاريخ من الاضطهاد طويل جعلها اكثر انفتاحا واقل احساسا بالازمه. التطور ده تطور سلبي جدا، التطور الذي يتم. انا متصور انه على الطائفه السنيه وعلى سعد الحريري وعلى دار الافتاء او مفتي الجمهوريه اللي هم الرموز الدينيه والسياسيه للطائفه السنيه، ان هم يعطوا حسان دياب فرصه. وخد بالك كمان ان الطائفه السنيه قبل ظهور حزب الله وقبل الدعم الايراني كان دائما المقاومه لاسرائيل تتصدرها رموز الوطنية من الطائفة السنية. كويس، خلينا نروح للمشهد الليبي والمسودة أو مسودة القرار اللي قدمته بريطانيا لمجلس الأمن الدولي، اللي بيتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار بعد عودة القتال طبعا بعد هدنة قصيرة. قل لي إلى أي مدى شايف أنه مجلس الأمن وأن المجتمع الدولي يستطيع أن يصل بنا إلى وقف دائم فعلا لإطلاق النار في ليبيا؟ هو لن يستطيع ان يفعل شيئا. يعني اولا فكره وقف دائم لاطلاق النار قد تتوفر لها اراده من الدول الخمس دائمه العضويه في مجلس الامن اللي لها حق الفيتو، ومنها بريطانيا وفرنسا طبعا والصين وروسيا والولايات المتحده. لكن اشك فان قرار من مجلس الامن باي صيغه يمكن ان يكون له اثر في الوضع الليبي تماما، كما ان قرار حظر توريد السلاح وحظر توريد المخدرات اصبح حبرا على ورق، يعني رغم التاكيد عليه مرارا وتكرارا، ورغم تاكيدات غسان سلامه اللي هو مبعوث الامم، رئيس بعثة الامم المتحده، مبعوث الامين العام لليبيا، وادانته الصريحه لنقل تركيا لمقاتلين ولسلاح والى اخره. يعني اعتقد ان الوقائع على الارض هي الاهم. هي المسودة عفوا استاذ عبد الحليم بتطالب الامم المتحدة او بتطالب الامين العام انطونيو جوتيريش بتقديم مقترحات عملية لمراقبة الهدنة في ليبيا، بتشمل مساهمات من منظمات اقليمية زي الاتحاد الاوروبي والافريقي. يعني الاتحاد الافريقي كما نعلم يعني ليس بوسع ان يفعل شيئا، الاتحاد الاوروبي ليس بوسع ان يفعل شيئا الا اذا اتفقوا. اتفقت فرنسا وايطاليا بالذات، وطبعا هناك مشكله في الاتحاد الاوروبي تخص تركيا. قبرص طلبت، اعترضت على فرض عقوبات اضافيه على روسيا بمناسبه ضم القرم، الا اذا الاتحاد الاوروبي وقع عقوبات على تركيا لان تركيا تنقب في مياهها الاقليميه. فالاتحادات دي لديها مشاكلها الخاصه جدا. طبعا الجامعه العربيه لو كانت مذكوره، انا ما اعرفش هي مذكوره ولا لا، وحسنا ان لم يذكروها لانها لا تستطيع عمل شيء من الاصل، هي مجرد قبر من رخام. الوضع على الارض في النهايه اي تفاوض على اي مستوى في فلسطين او في كذا هو مش كلام على ترابيزه. احنا مش في جلسه استنطاق حق، مش بنحلف حد. الكلام الذي يدور على طاولات المفاوضات يعبر عن مدى المدافع الموجوده تحت الطاوله. مفيش تفاوض في التاريخ قام على غير هذه القاعدة، أن توازن القوى على الأرض هو الذي يصنع نتائج التفاوض. توازن القوى على الأرض في ليبيا، هناك حرب منذ الكلام عن وقف إطلاق النار في ليبيا، وإلا بماذا نسمي النقل المتصل لمقاتلين؟ فضلنا نسمع في الأول عن 300 واحد، بقوا 3000 دلوقتي، في كلام عن 7000 نقل مقاتلين تركمان وغير تركمان ومن جبهة النصرة وغيرها عبر غازي عنتاب أو اسطنبول إلى طرابلس
بصوره متصله منهجيه منتظمه. نقل من يسميهم اردوغان بالمستشارين والمدربين وغيره الاتراك منتظمه. هنا هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ بيستغل ما يتصور انه هدنه او وقف اطلاق نار لتعظيم قوه الجيب المحاصر في طرابلس وميليشيات الارهاب التي تسند ما يسمى حكومه السراج غير الفاقده لاي شرعيه شعبيه. طبعا كونها حاصله على رخصه من الامم المتحده هذا لا يعني شيئا، هو مجرد موظف من الامم المتحده لا علاقه له بتكوين الليبي. فهنا هذا السبب هو الذي يجعل اي اتفاق على وقف اطلاق نار في ليبيا مصيره الى الفشل. لاحظ ايضا ان في وقف اطلاق نار مماثل جرى توقيعه بين روسيا وتركيا اللي هم اول من ابتدى حكايه وقف اطلاق النار حول طرابلس، كان في ذات التوقيت عمل وقف اطلاق النار في ادلب. ايه الاخبار بتاعت وقف اطلاق النار بادلب؟ قعد 24 ساعه وانتهى الامر، والجيش السوري بمعيه الروس وبالطيران بحمايه من الطيران الروسي دخل معره النعمان، يعني ما عادش قدامه الا ادلب عاصمه المحافظه. وطبعا تركيا هذا الطرطور اللي كان اوهم السوريين من اتباعه انه سيدافع عن ادلب ولن يسمح ولن ولن ولن، كلام تافه. القوه هي التي تفرض قانونها. يعني حين وقع ما وقع لم تبدر منه بادره سوى بادره استنكار او مناشده للرئيس الروسي بوتين او كذا. ليبيا ينطبق عليها نفس الكلام. لا يعقل ان جيش الوطن الليبي ومجلس النواب الليبي، ودي اشياء تخص الشعب الليبي، مجلس النواب الليبي منتخب من الشعب الليبي مش موظف عينه الامم المتحده، وتحالف القوى الوطنيه الائتلاف الحزبي السياسي الواسع جدا الذي يسند مجلس النواب وله الاغلبيه فيه. ثلاثه، الجيش الوطني الليبي اللي اصبح يعني بصدد تحرير ما تبقى من اراضي ليبيا اللي هي لا تبلغ في مجموعها او تبلغ في مجموعها اقل من 10%، اللي هي طرابلس وشرقها مصراته وغربها الزاويه، والبعد الباقي تفاصيل بعد كده. من هنا الاساس على مسرح العمليات غير قائم وغير مرشح الا على طريق الاستغفال، ان انت تقول لي وقف اطلاق النار لحد ما انا اعد نفسي بقى وعشان اسحقك. هذا كلام طبعا يعني وهذا هو سر امتناع حفتر عن التوقيع في موسكو، وطبعا امتناع عن التوقيع ايضا في برلين. ولما قالوا لي بعت خمسه، بعت خمسه وقال طب الخمسه دول هيعملوا ايه؟ لان الاشياء اللي هتطرح لو عقلت لجنه خمسه ضد خمسه في جنيف كما وعد مؤتمر برلين، يعني خمس عسكريين من هنا وخمس عسكريين من هنا، سيطرح الجيش الوطني اللي بيحل الميليشيات وتسليم سلاحها اليه وخروجها من طرابلس. يعني في النهايه يعني ايه؟ اذا كل طرف سوف يطرح، والطرف الاخر يتبجح احيانا بان يدعو الجيش الوطني الليبي للعوده الى الشرق، يعني 1500 كيلو يرجع ورا. هذا كلام غير معقول عمليا ولا يقبل من اي طرف محارب. والقضيه عند الشعب الليبي خاصه بعد الغزو التركي وبعد التدخل التركي اكتست طابعا وطنيا جامعا. فحين يوقف حفتر النار ويتوقف عن الحرب فهو يفقد هذا الجيشان الوطني الليبي الذي ضم عديد من القبائل التي كانت مترددة في الانضمام إليه، فهو يضعف نفسه بنفسه إن قبل. من هنا أنا لا أتصور أنه تحت أي عنوان سوف نصل إلى هدنة دائمة في ليبيا، لأن المشكلات كثيرة جدا. والقاعدة عندي ما دمنا بنتكلم عن أنه الذي تنتهي إليه المفاوضات على الطاولات الاجتماعات تعبير عن توازن القوى تحت الطاولات ومدى المدافع، أنا أعتقد أن الحل العسكري سوف يأخذ مدى بعدها يمكن الكلام عن دولة ليبية وعن إجراء انتخابات ينزل فيها اللي عاوز ينزل لكي يحظى بثقة الشعب الليبي. إذا كان لهذا المجتمع الدولي، لأن تعريف المجتمع الدولي دول تعريفين، في مجموعة من الدول كده اعتبرت نفسها المجتمع الدولي دون ال 180 دولة التانيين، أمريكا وبعض الدول الأوروبية وبتاع، لكن المجتمع الدولي إذا كان يقصد به الأمم المتحدة، يعني هذا المبنى الزجاجي في نيويورك، إذا كان يقصد به كده هو في النهاية سوف يضطر للتسليم بالقواعد على الأرض. والمطلوب لحين إجراء الانتخابات تشكيل حكومة فعالة، يعني حكومة معبرة عن المناطق المختلفة في ليبيا تدير الانتخابات. في سيناريو واضح ومحدد أسمته مصر في المفاوضات الحل الشامل. يعني الحل الشامل يعني إيه؟ يعني ما تكلمونيش في نقطة
وتسيبوا النقاط التانية. يعني ما تكلموناش في حل سياسي دون أن تحدثونا عن مصير منظمات الإرهاب. هتدمجوها كمان تعملوها جيش ولا هتعمل إيه التصرف معها؟ طب مؤتمر برلين وما نتج عنه من مبادئ لتسوية النزاع، يعني وزير الخارجية الألماني أعلن أن بلاده تواصل العمل على استصدار يعني مسودة قرار أيضا أو قرار من مجلس الأمن الدولي فيما يخص ما نتج عنه مؤتمر برلين. هل ده أيضا ممكن يعني يكون له أي تأثير ولا كلام هايكوماس وزير الخارجية الألماني أو كلام السيدة ميركل مستشارة أو كلام حتى غسان سلامة الذي يسعى لاستصدار قرار بهذا المعنى من الأمم المتحدة أو كلام أنطونيو جوتيريش، كل هذا كلام في الهواء. أنا هفترض جدلا أنه مش كلام في الهواء، كلام جد وصدر قرار. من يحترم هذه الأمم المتحدة؟ يعني في النهاية أنتوا قد أمامك مدى مديه. تقصد من الذي يلتزم بقراراتها؟ من الذي يلتزم بقراراتها؟ يعني هم يعني هم بيحضروا فيها كافيه دولي، يعني كافيه على النص، يعني مش اكتر من كده. حتى امريكا بدات تتعامل مع هذا المبنى الزجاجي بمنطق ذاتي. في مشكله بين امريكا وايران، طب ظريف مش هيدخل، مع ان الاتفاقات منذ وجود هذا الـ من بعد الحرب العالميه الثانيه، منذ وجود هذه المنظمه لا تتيح للاداره الامريكيه ان ترفض منح تاشيرات للذاهبين الى الامم المتحده، والا تحولت الى منظمه امريكيه مش منظمه دوليه. المهم في الامر كله انه انت بصدد محفل نقاش لا اكثر، لانه لكي يتحول الى قوه تاثير يفترض ان يتخذ قرار مجلس الامن. يعني ايه قرار مجلس الامن؟ يعني يا اساتذه احنا هنعمل قرار وقف اطلاق النار، وهتطلع قوه مكونه من عدد من الدول تنزل على الارض تفصل بين القوات باسمها قوه حفظ السلام او اي اخر. ليس في الافق ما يغري بتصديق هذا السيناريو، لأن الدول الأوروبية مترددة جدا في إرسال أي جنود لهذا المعنى. طب فكرة اللجنة العسكرية المشتركة خمسة، اللجنة العسكرية المشتركة دي من جانب حفتر زائد من جانب السراج اللي تم الاتفاق عليها أيضا في المؤتمر، ورشح الطرفان خمسة وخمسة كويس، وقال المسماري في مؤتمر صحفي معبرا عن آراء الجنرال حفتر ما يلي، قال ببساطة نحن نذهب إلى هذه المنتديات يعني فيما معناه كنوع من المجاملة، يعني ونسمع الكلام، لأنه في النهاية لا يعني ليبيا والليبيون عليهم أن يخلعوا أشواكهم بأنفسهم، ومش هينفع هذا الوضع. هو دخل أردوغان ليه؟ عشان يحول هذه الدائرة الصغيرة اللي هي ما تبقى من طرابلس والساكنون فيها من ميليشيات إرهاب وغيرها إلى طرف مقابل، طرف الخرائط النار على الأرض لا تتيح له أن يكون طرفا، لأنه مهزوم ومحاصر حتى في الوضع الحالي. وكما قلت من قبل وأعيد وأؤكد وأكرر، أنه لو أن الجيش الوطني الليبي أو القوات المسلحة العربية الليبية كاسمها الرسمي نجحت في تحرير مصراتة كما نجحت في تحرير سرتب بضربة خاطفة، ستنتهي قصة التمرد. هما بيطلقوا على حفتر اسم المتمرد، هؤلاء هم المتمردون والإرهابيون الذين يجب تصفية بؤرة عصيانهم للشعب الليبي. تمام، نروح لتطورات الوضع في العراق النهاردة، ما هو الجديد خصوصا أنه كان هناك اليوم اغتيال يعني لأحد الأستاذ جامعي؟ صحيح، لأستاذ جامعي. فقولي شايف الوضع النهاردة ازاي في العراق؟ أنا متصور أن الوضع ستستمر الاغتيالات والاختطافات والتصادمات، بس الفريد في الأمر كله أنه هذه الانتفاضة العراقية تلد كل يوم انتفاضة أخرى. يعني حين تخلى مقتدى الصدر متوهما أن شعبيته سوف تسحب طاقة الحياة من الانتفاضة، وأعلن لأنصاره أن أمرهم بأن يتركوا هذه المظاهرات، جاء جمهور جديد لهذه المظاهرات وهذه الانتفاضة الوطنية. يعني فكرة أنه لا النار ولا الاغتيال ولا الاختطاف ولا المواجهة بدرجات العنف الأقصى من عصابات وميليشيات يعني تسرق وتخطف، أو حتى من قوات ترتدي أحيانا زي رسم زي قوات الأمن، أو قوات لا ترتدي زي رسم زي تنظيمات الحشد الشعبي الموالية لإيران أو غيره،
أثبتت الانتفاضة أنها عصية على الانكسار. اثنين، أثبت من بيدهم الأمر منذ 2003 من السراق واللصوص والطبقات الطائفية دي أنهم ليس بوسعهم تلبيت أدنى مطالب الغضب أو الانتفاضة الشعبي، لأنه جوهر الانتفاضة كما قلت وأؤكد أنها تريد استعادة العراق، استعادة العراق العزيز القوي مهاب الجانم العزيز القومي الذي زال ده. فاستعادة العراق تتناقض مع وجودهم، مش بس وجود الذين حكموا باسم الطائفة الشيعية وباسم مظلومية الشيعة والانتفاضة الشيعية الآن من أحزاب طائفية، أم أيضا أنت عندك تناقضات لا تنتهي في هذا العراق. العراق العربي منذ 2003 يعني نصف الفترة من 2003 وإحنا جايين يعني عام الاحتلال الأمريكي في إبريل 2003 حكموا نصف الفترة العراق رئيس كردي، يعني بلد عربي رئيس كردي، يعني أوضاع مخلوق بحكم التوزيع العرقي والطائفي العرفي غير منصوص عليه في الدستور، يعني وضع مختلف عن وضع لبنان. اثنين، أثبت النظام البرلماني مجددا، وهذه مسألة يبد أن تناقش بجدية، في شيء في حاجتين مدمرتين ظهرتا في نقاشات العالم العربي بعد التحرر أو رغبة التحرر من الدكتاتوريات، هي فكرة التحول إلى نظام برلماني، شيء من ذلك كان قائما في مصر بالمناسبة، أو التحول إلى نظام فيدرالي. التحول إلى نظام برلماني يفتت جوهر الديمقراطية التي سلطت الشعب ويحلنا إلى توافقات ومساومات ومناورات بنشأة البرلمانات المعلقة وعدم وجود قوة حسم غالب. اثنين، التحول إلى ما يسمى النظام الفدرالي في تزوير، لأن النظم الفدرالية الكبرى سويسرا مثلا الولايات المتحدة نشأت عند نشأة هذه الدول، كونت هذه الدول من البداية. أما أجي أنا تحت شعار الفدرالية أفتت مجتمعا أكثر تماسكا فهذا لا يعني غير التحطيم. ثانيا، فمن هنا أنا شايف أن اختيار أي نظام سياسي في العراق غير النظام الرئاسي يعرضه لمزيد من التحطيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل، شرفتنا ونورتنا، شكرا لحضرتك وأقول لكم تصبحوا على خير وأشوفكم إن شاء الله يوم السبت القادم في المواجهة، بكرة إن شاء الله معكم زميلتي لما جبريل، استنوها.